أحد الناجين من محرقة الهولوكوست في حوار مع المذيع البريطاني بيرس مورغان، قالوا طلب منه زيارة لغزة، قال هكذا لتفهم أو حتى نفهم حجم معاناة أهلها كذا. وقال لمورغان اذهب إلى هناك لترى ذلك بنفسك كما فعلت أنا، وسوف تبكي كل يوم لمدى أسبوعين من هول ما تراه، على الرغم من أني كنت صهيونيا إلا أني مؤمن الآن لا يمكن أنه يجب إعادة الأرض للفلسطينيين، هذا الظلم لا يمكن أن يستمر طويلا. عندما يصدر هذا الكلام كاتب يهودي، هو دكتور معروف طبيب، ويقول أنه كان صهيوني، هل أن طوفان الأقصى تغيير في الأفكار في المعادلات في السرديات بيصدق؟ وطبعا كمراقب للساحة مثل المراقبين والصحافة الدولية، أعتقد أن 7 أكتوبر ما حتى هام في تاريخ الوطن العربي في تاريخ الأمة الإسلامية أيضا، يعني المعادلة تغيرت على مستوى ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، هناك متغيرات الآن على مستوى تشكيل النظام الجديد الذي كنا نعتقد أن فيه هيمنة مطلقة للولايات المتحدة الأمريكية وذراعها الموجود في الشرق الأوسط وهو الكيان الصهيوني. هذه المعادلة أصبحت من الماضي، يعني انتصار، أقول هو انتصار معنوي أولا، يعني خلينا نكون واضحين، لا نتكلم على نتائج عسكرية فقط، الانتصار المعنوي وكأنه خليني أقولها بالتونسية رجع المعنويات للشعوب العربية المنهزمة، صدمة إيجابية. أي نعم، صدمة إيجابية، هذه عبارة بالضبط تستقيم مع ما نعيشه الآن في هذه المرحلة. الطوفان أصبح يعني ما قبل 7 أكتوبر وهناك ما بعد 7 أكتوبر. نعم.